هتخيل ان انا بتحدث مع مصر وان كل مصر سمعاني، كل الشباب تحديدا اللي هم الحقيقة يهموني، لان كلمة هل احدثت الثورة كذا وكذا وكذا، انا الكلمة دي ساعات بقعد افكر فيها، هي ايه الثورة؟ وليه تملي عمالين نفكر ونقول هل احدثت الثورة، وكأن الثورة في مركز او في موقع يمكنها ان تحقق شيء او لا تحقق شيء. من هم الثائرون؟ اين هم؟ الثورة هل مست الرياضة؟ طب ما عشان تمس الرياضة، ايه الآلية اللي هتمس بيها الرياضة؟ الثورة كانت شيء وحلم وشيء غامض في نفوس الشباب وهو ينزل الى الشارع يوم 25 يناير، يمكن مش محدد لنفسه منهج او خطة، ولكن محدد لنفسه ان يقول لا، مش عاجبني اللي بيحصل، انا خلاص بقى ما ينفعش اتفرج اكتر من كده، انا هقول ومش عارف كلامي ده هيوصل لمين وفين. فيكتشف ان الصرخة التي اطلقها قد ايقظت كثير من الصرخات المكتومة في صدور الشعب المصري، فوجد لصرخاته صدى. وقعدنا لفترة طويلة الناس العباقرة الكلام اللي حبوا يتملقوا الثورة في البداية، قال لك الأنقياء والأطهار والشباب الرائع وهم يضمرون كل الخبث والمكر لهؤلاء الشباب الأنقياء الطهر. أنا ما تعودش أتكلم في السياسة، ولذلك أنا مش عارف اللي بقوله ده كلام صح ولا غلط، خطر ولا مش خطر، مفيد ولا مش مفيد، لكن هقول اللي أنا حاسس بيه. اللي أنا حاسس بيه إن الناس تلقت الصرخة دي ونزلت فعلا بعفوية شديدة جدا، شملت مصر كلها. وصدقوني اللي يقول لك مجموعة ملايين، هي لم تكن مليونية، هي كانت ثورة شعب لها في الريف وفي الصعيد وفي المواني وفي كل مكان في مصر، صدى ضخم جدا. ولو لم يدرك القائمون على أمر هذا البلد حجم الاستجابة لهذه الصرخة ما تركوا مواقعه. وما شفنا هذا الانفلات الأمني، وما شفنا التصدي العنيف جدا اللي تحول إلى ذعر هائل جدا من التعامل الشرطي مع الثورة. خافت من إيه؟ هي الشرطة خافت من إيه بعد الثورة بعدة أيام؟ المشهد في ميدان التحرير ما كانش يتغير في حاجة، لكن إيه اللي خوفه؟ وهم الذين يعرفون كيف يحللون الأمور ويصلون إلى خفاياها ودقائقها. ما استشرفوه من أنها ليست مسيرة شباب، ولكنها مسيرة شعب، وأن الناس تجاوبت. ولا خلوا بالكم بقى، الموضوع مش هزار. فحاولوا ينسحبوا، وفي انسحابهم مزعور دمروا كل شيء وداسوا على كل شيء، داسوا على شباب، داسوا على أمن بلد. سجون اتفتحت وبلطجية تم إطلاقهم. يا جماعة هذا النظام كان محمي بسبع طبقات وأستك زي الإعلان الشهير. أمان هذا النظام السابق كان أن يحمي نفسه بأن عدد المستفيدين منه يبقوا عدد يدافعوا عن بعضهم، وهذا ما نراه الآن. هذا دفاع، تصدقوني لو كان البلد دي قالت لهم خدوا اللي خدوه بس سيبونا في حالنا، والله كان أوفر لنا وأكرم لنا، وكان زماننا تلفينا حاجات كتير جدا. لأن ما يدور النهاردة من انفلات ومطالب فئوية وناس، أنا لا يمكن أتخيل في يوم من الأيام أن يقوم القضاء والمحامون بأي اعتصامات إلا ضد المحتل أو ضد حاكم ظالم. لكن مع بعضهم، مين أسوأ جوابيس أي مصري كان تصل به إلى هذا النموذج الذي نعيشه الآن؟ إيه اللي بيعمل كده؟ إيه اللي بيعمل كده؟ هو جزء من الصراع، الناس المرعوبة أن يتم ملاحقتها، الناس اللي بتحكم وهي جوه السجون، الناس التي تتصرف في أموالها وأموالنا وهي مش مصدقة إنها سابت مكانها وإنها راجعة. لكن هيهات بإذن الله. الطلقة لما بتطلع ما بترجعش في الماسورة، تروح حتة تانية. فليه؟ لأن خلاص الناس عرفت إن الكلام ده ما عادش مقبول.
هنشهد حالة من الفوضى بعض الوقت، حالة من التطاحن، وده طبيعي لأن ما فيش للثورة قائد. هو القائد بتاعها شعب كان حاسس بمرارة، هيفضلوا مخدودين شوية، متناقضين شوية، مختلفين شوية، ولكن سرعان ما البلد دي هتلم نفسها وهتعرف هي عايزة ايه بعد كده. هتقولي المتفائل متشائم، انا مش عارف احدد بصراحة، مش عارف احدد، لكن انا عارف ان انا ممكن ما اشوفش اليوم ده، لكن لو شفته هبقى سعيد جدا. لكن هيجي ان البلد دي تجد ملهم يستطيع ان يجمعها على هدف قومي ورائي، وده هيقودنا الى الموضوع بتاعنا اللي هو شباب الالترس، اللي انا كنت من دقيقتين بوصفه في كلمة بانه عيوبه هي ميزاته. عيوبه العناد الشديد. انا قعدت مع مجموعات منهم وناس شباب متحمس جدا ومهذب جدا، ولكن ما يعني تتكلم زي ما تتكلم، لكن في النهاية معلش يا كابتن عادل احنا هنعمل كذا. في الاخر هم محددين لنفسهم خط، يا جماعة ده يضر النادي، ده ما يضرش النادي، ده مش عارف ايه عند. ولكن ميزتهم ايضا هذا العناد، هذا العناد الذي يفرز قدرة هائلة على التنظيم. التبلوهات اللي بتتعمل يا جماعة في المدرجات، كنا بنقعد ايام احتفالات اكتوبر والحاجات دي، حسين امين الله يرحمه بقى يقعد قافل لسات 6 أشهر بيعمل بروفات وبيجيب قوات مسلحة وبيجيب ناس ويصرف عشرات الملايين عشان يعمل تابلوه يتوارى خجلا امام اي دخلة الشباب بيعملها في 2 أو 3 ساعات. دي مش عبقرية طبعا، مش قدرة، مش ناس بتتفق يا ابني انت تقعد في الكرسي رقم كذا وترفع الورقة دي، مالكش حاجة غير انك ترفعها، مالكش دعوة. لما نرفع مع بعض هيتشكل كذا، لما نرفع مع بعض هيتشكل، توصل الرسالة من خلال التزام وتنظيم وقدرة ووراها إبداع، ناس بتتخيل حاجة وبتعرف تنفذها. طب الشيء العبقري ده كيف يفسده أو يخدشه شغب أو عنف أو عناد؟ النقطة الثانية قبل ما نجاوب على السؤال ده، لأن ده يعني يا ريت نجاوبه من خلال الحوار. النقطة الثانية انك تبص الالترس اسماعيلاوي زملكاوي اهلاوي، لا هم مشتبكين في صراع متعصب مع بعضهم، ها، وفي حالة خلاف حد بينهم ايديولوجية بقى، انا اهلاوي وانت زملكاوي والتاني اسماعيلاوي والرابع مصراوي واتحداوي ومين احسن من التاني، وانت بالتحكيم لا انت مش عارف بايه الكلام ده. ولكن كل دول ممكن يتوحدوا في ثانية، المتناحرين دول، وده اللي أنا عايز أقوله بقى للبلد دي، ولا أقوله لحضراتكم إذا كان في شباب الألترس يعني من حظ هيسمع هذا الكلام، إن في لحظة إذا الشباب ده وحدهم هدف واحد أكبر من الأهلي والزمالك والإسماعيلي والخلاف الضيق، تجدهم هم كلهم مجتمعين عليه بمنتهى، والزملكاوي يحمي الأهلاوي والأهلاوي يحمي الإسماعيلاوي، وتبص تلاقيهم اتفقوا على الإيه، على الغريب اللي داخل اللي يوقع بينهم، هم اصلا واقعين مع بعض لكن ما حدش يوقع بيننا. ده دي عظمه، دي قوه. يبقى السؤال كيف نستفيد من هذه القوه، من هذا التنظيم، من هذا الابداع، من هذه الطاقه المهدره؟ هل نستفيد منها في تبديدها في مواجهات؟ انا برضو يا جماعه مش عايز اقول الامن بيضغط والناس مش فاهمانه ومش عايزين نعيش الفيلم ده قوي، ما اذا كنا احنا شباب وفاهمين ان احنا اللي هنحرك المستقبل، طب ما تيجي تبقوا احسن مننا. انتوا ليه دايما عايشين حاله الاتهام المتبادل ده؟ الامن والاجيال السابقه ترى في هذا الشباب اولا انه شباب رخ وهش ما عندوش تنظيم، وبعدين يفاجئوا فبعد يناير لا ده شباب عنيد وعنيف ومالوش كبير وما بيحترمش حد، وقد يكون ده صحيح وده صحيح، لكن الاصح منه ان ده شباب له رؤية مختلفة. لكن مش معنى ان له رؤية مختلفة انه يلغي وينكر كل الرؤى الاخرى، ده اخطر ما تتعرض له افكار الشباب. افكار الشباب اصبح لا يرى الا نفسه ويرى صديقه الذي يثق فيه. يعني انا لو قلت لابني حاجة يسمع من هنا كان زمان بيفوت من هنا، ودي كانت ميزة، لا ده ما بيفوتش لان هي ما بتفوتش اصلا للودن التانية، فبيسمع من هنا ويخرج من هنا برضه.
لكن لو واحد صاحبه قال له نفس الكلام اللي انا بقوله يعمله، يعني لو قلت لك دي ولا دي شوف الراجل اللي ما تسيبنا في حالنا يا عم. لكن لو صاحبك قال لك لا بيني وبينك كان منظرك احلى امبارح، تعمل اللي هو عايزه. اذا ثقتك راحت في حته مش احنا بالنسبه لنا ما هيش منطقيه، لكن بالنسبه لكم منطقيه جدا، والحقيقه المشهد بيقول انها منطقيه. انا عشت مع بنتي وابني، لم اكتشف ان هم بيعرفوا يكتبوا ويعبروا ويتواصلوا احسن مني 10 مرات، وانا فاهم نفسي بكتب وبعرف اتكلم وبعرف اصيغ افكاري. ما شفتش دي الا بعد 25 يناير تحديدا، من 23 يناير اما لقيت بنتي بتكتب تقول لي انا كتبت دي في مظاهره يوم 25 بس انا خايفه، وعبرت عن خوفها في رساله. بس هي مش رساله خوف، هي رساله بتقول يوم ما يحصل كذا انا ما اخافش، يوم ما يحصل يوم ما اقدر انزل الشارع واحد يعكسني فاروح للعسكري يحميني بدل ما يعكسني هو كمان، يبقى انا مش هخاف. يوم ما انزل اقول رايي مش عارف ايه يبقى انا مش هخاف. فانا شفت واحده عندها حاجه بتخاف منها وتعرف تعبر عنها، بدات اتابعها. انا اللي عايش في البيت معاها، طب اذا كنت انا كاب مش عارف قدرات ولادي، مش عارف هم بيعملوا ايه، مش عارف بيفكروا ازاي، لكن اصحابهم عارفين، اصحابهم 100% عارفين ومتاكدين. طيب العيب منهم ولا مننا؟ العيب من الاليه اللي اتخلقنا فيها احنا وهم، العيب مش من حد، العيب من باب للثقافه مفتوح احنا ما دخلناش فيه وهم دخلوا فيه بيجروا. احنا فاهمين ان احنا تربينا لما اشوف ابويا او ما اقف، ولو بشرب سيجاره احطها ورا ظهري، وفاكرين ان اولادنا هي دي حدود الادب والاحترام. هم تربوا شافوا ان واحد بيقول لبوش بوش ما بيقولوش مستر بوش، وشاف عامل بيبقى قاعد ممدد رجليه وبيكلم رئيسه، ولكن رئيسه بيكلمه ايضا بيقول له لا يا حبيبي ده انت مسؤولياتك كذا، ويقول له ايوه بس انا حقوقي كذا. الاحترام لم يسقط والحوار لم يكن من طرف واحد، ولكن شكل الآلية اختلف. هم شافوا ثقافة ما اديناهاش لأولادنا، ولكن ادينا لهم حاجة غصب عنا وعنهم هتؤثر في حياتهم وهيستفيدوا منها، وهي القيم. البلد دي فيها قيم، الأديان قيم، اللي احنا عايشينه، الجار اللي بيسأل على جاره دي قيمة، توقير الصغير للكبير هي مش موجودة قوي دلوقتي، ولكنها هتتوجد ساعة ما الأب يتعب تلاقي أولاده اللي مزهقينه في عيشته قاعدين على حرف السرير عايزين يخدموه. قيمة البلد دي محتاجة للقيم النهاردة، على الأقل نبقى متفقين إن في قيم، نختلف في الرؤى ولكن دعنا نحرص على القيم. فيا شبابنا الجميل العظيم، مش هنصادر عليكم ومش هنقول احنا صح وانتوا غلط، بس انتوا كمان ما تشوفوناش غلط. هنطالبكم بشيء واحد بس، تعالوا نتمسك بالقيم. كل ما يمس القيم احنا مسؤوليتنا معاكم نحافظ عليها، لكن افكاركم انتوا حرين فيها، ولكن علينا ان نفهم مفهوم الحرية. الحرية أنا حر فيما لا يضر، حريتي تقف عند حدود حقك، حريتي مش أن أنا أصرخ وزعق لأن أنا نفسي أصرخ لأن ده بيبسطني بس بيزعج جاري، حريتي مش أن أنا ألبس بلا احتشام بما يجرح غيري، حريتي مش أن أنا أمد إيد أخد حاجة بدعوة ان ايه يعني انت خسرت ايه. لا دعونا نتفق على القيم وبعد كده نختلف على اللي انتوا عايزينه، بس دايما يكون في مساحة بين القائمون على امر هذا البلد كل في موقعه ومع الشباب، ولكن بالحوار. بس الحوار ما يبقاش من طرف واحد، يعني انا نفسي الداخلية تقعد مع الولاد بتوع الالترس والمشجعين، بس كمان تبقى وهي بتكلمهم ايه اللي انتم متصورينه يحفظ امن المباريات من غير ما ضايقكم
يبقى شباب الالتراس فاهم انه رايح يسمع ايضا ناس عليها حق في حاجات، مش رايح يملي شروطه بس، مش رايح يعنده بس، لا ده رايح ايضا يخاطب جهة مسؤولة لها حقوق عليه. ولازم يفهم ان حدود تصرفه ليست مجرد مباراة كرة قدم او دوري يكمل او ما يكملش او غرامة توقع على نادي، ولكن في النهاية انا بشغل الامن في موضوع اقدر احله انا، واسيب الامن يحميلي بنتي واختي واختك وهم ماشيين في الشارع افرغهم لهذه المهمة، وخلي الشرطة اللي تتفرغ لهذه المهمة تترك الجيش يتفرغ لحماية وطن يتآمر عليه الجميع، الجميع الجميع يتآمروا على هذا الوطن. عدونا مش في أوروبا ومش في أمريكا، عدونا في المنطقة المحيطة، احنا البلد كل الحدود بتاعتها مولعة نار، السودان مقسمة، ليبيا فيها ثورات، إسرائيل من ناحية بيوقع علينا إخواتنا وولادنا البدو في سيناء، احنا محاطين محاصرين طب مين اللي يحمي؟ هنسيب لكم البلد دي ازاي؟ هل نسيبها ممزقة محتلة مفلسة محتقنة؟ نسيبها لكم ازاي؟ عايزينها تسلموها مننا ازاي؟ اذا كنت عايزين تسلموها مننا صح، سيبوا الناس كل واحد يشتغل وانتوا حافظوا على نظام في المساحة بتاعتكم. يعني انا نفسي حد من الالتراس يجمعوا بعض زمالك اهل اسماعيل الاتحاد ويروح للامن يقول له عنك انت، الامن ده مسؤوليتنا، واروح للاتحاد الكره اقول له النبي ما توقفش الدنيا عند حدود الشماريخ، احنا بنعمل الشماريخ عشان انت بتقول لنا ما تعملهاش، لكن لو احنا سبت لنا القرار احنا حرين بقى، بس هتكتشف ان ما فيش شماريخ. وده اللي انا عارفه وده اللي انا حاسه من حواري مع اولادنا المشجعين، ما تعلمناش نشجع ازاي. انت بتضغط من الشمروخ، طب الشمروخ اهو، طب انا قلت له لا يا عم انت نظم الماتش، ايه اللي يخليه يروح يدفع الشمروخ؟ هو انا لما اروح ادفع لي 20 30 الف جنيه شمريخ، طب اديهم للنادي بتاعي يجيب لي لعيب ولو ناشئ عشان يساعدني بعد كده. محتاجين نتكلم، محتاجين كل واحد مننا يدرك ان للاخر له حق في هذا البلد، محتاجين ان كل واحد في موقعه يعني يعمل اللي عليه عشان نفرغ الناس المسؤولين لامور اكثر اهميه. يا جماعه احنا عمالين نحارب الفساد ماشي، عايزين الملايين اللي هربت اتهرب كام؟ 200 300 مليار دولار مش جنيه؟ الله، هو لما انا بتكلفه استعاده هذه الاموال 500 مليون دولار يبقى انا كسبت حاجه؟ يعني انا اروح اوقف الانتاج واروح احرق واخرب واتخانق واعمل وخلي اللي مش خايف خاف وهرب، وخلي السياحه ما تجيش، وخلي مش عارف ايه، يبقى تكلفه استعاده الاموال اكتر من الاموال. هل هذا ذكاء؟ هل احنا وصلنا ان رب العيله يحتضر والاولاد بيتخانقوا يبيعوا الماده الخام اللي في المصنع عشان كل واحد ياخد حقه ويسيب المصنع مقفول، ولا يكونوا واقفين مع بعض عشان يعرفوا من الاب أسرار إدارة هذا المصنع عشان يحافظوا على المادة الخام دي عشان تنتج، عشان كل واحد فيهم يكسب أكتر. النهاردة اللي طالع بياخد 500 جنيه وعايزهم 1000، مش هيلاقي ال 500 جنيه يا جماعة بعد عدة أشهر، مش ال 1000 بقى، لأن احنا مستهبلين مستهبلين، كلنا مستهبلين. مستهبلين إزاي؟ اللي طالعين دول عايزين فلوس زيادة فلوس زيادة فلوس زيادة. طب والله هو احنا ال 30 سنة دول هل مبارك سايب في البلد دي فائض من الأموال ندي كل الفئات المظلومة، ولا البلد دي أصلا اتنهبت فاحنا عايزين نعيد المنهوب وان احنا ننتج علشان نجيب فلوس نصلح بيها حال الناس؟ طب اذا كان الناس اللي هتجيب الفلوس هي اللي عايزة تقسمها، ان شاء الله البلد تقف وتخرب بعد كده، ايه المنطق في كده؟ لماذا لا نفكر كل منا في موقعه؟ ولذلك عندما تأتي المشكلة من المثقفين أنا أشعر أن هذا أمر مقصود بصراحة يا جماعة، واللي يزعل يزعل. لما تيجي الأطباء عشان المعيد مش عارف يحصل له إيه ويزود إيه ويعمل إضراب، لا يا بيه أنت فاهم، أصلك أنت فاهم، لو أنت مش فاهم أقول لك أنت مضلل وأكلم معاك، إنما هشرح للدكتور عيب قوي أشرح للدكتور خطورة اللي بيعمله، عيب قوي أشرح لقاضي خطورة اللي بيعمله، عيب أشرح لمحامي خطورة اللي بيعمله،
اما الداخليه والشغل اللي بيحصل ده شرطه مع وناه مع ده كلام غريب جدا. التوقيت ده اللي انا بطلب فيه بحقي من ناس ما معاش فلوس هتعمل لي ايه؟ هتطبع فلوس، يعني الانفليشن والتضخم يزداد، يبقى الفلوس زي ورق اللحمه ملهاش قيمه، ما تجيبش حاجه، لانك لما تطبع وانت ما عندكش انتاج وما عندكش رصيد يغطي الفلوس اللي انت بتعملها، ده معناه انك انت بتطبع ورق لحمه بتوزعه على الناس علشان كيلو الجبنه يبقى زي كيلو اللحمه ب 100 جنيه. يعني انا مش عايز اخوض واعمل نفسي عالم اقتصاد ولا سياسي، بس انا بتامل وبحس بالغرابه والاستغراب. معرفش كم واحد هيسمع الكلام ده، كم واحد هيحاول يسمعه. ما هو انت عشان تسمع مش بس نبص لبعض او نسكت، لا الكلام لازم يخش هنا يخش هنا، عايز يطلع من هنا يطلع بعد كده، بس عايز يستنى هنا برضو ممكن، او هو جزء منه. مين اللي هيسمع الكلام ده؟ ومين اللي عنده استعداد يقول لي انا سمعتك بتقول كذا وعايز اتحاور معاك، انا مختلف معاك في كذا ومتفق معاك في كذا؟ انا هشعر ان انا جيت مكان ما ضيعتش فيه وقت لو جات لي مكالمه واحده من واحد ما اعرفوش ما كانش قاعد هنا يقول لي انا سمعتك بس رايي كذا. اشكركم. شكرا للكابتن عادل القيعي على الكلام الرائع اللي قاله. طبعا انا كتبت وراه حاجات كتير، والحاجات دي هتنزل على الموقع بتاع المكتبه ان شاء الله. واللي عايز ينصح زمايله ان هم يخشوا يتفرجوا على الكلام ده هيشوفوه طبعا على طبعا شبكه يقين وعلى بعض المواقع.